17 كيلو في المتوسط. الرقمية سلمية الواقع سنين. بطبيعة الحال سيكون على مستوى أشعر أنني أديت رسالتي وآن الأوان أن أسلم المشعل لغيري. هكذا أنا كان هدفي هو إنقاذ الاتحاد. أولا كان هناك محطات لكل رئيس اتحاد سابق قدم ما استطاع حسب الظروف الذي كان فيها، فلا نلوم أحدا، لكنني أقول أنني استلمت الاتحاد وهو لا شيء. قدرنا فتحنا مشاورات واسعة مع مجموعة من رؤساء الاتحادات السابقة، مع شخصيات، مع كذا، في كيفية الرؤية للمؤتمر، كيفية تشكيل الأعضاء اللي راح يشكلوا اللجنة، لأن هناك قانون يفرض عليك شيء وهناك أحلام وطموحات. القانون محدد في القانون الأساسي يقول لك أن لجنة المؤتمر تنبثق من انتخاب من المجلس الوطني. لو قمنا بهذا الإجراء في الوقت اللي رانا فيه وخليناها هكذا، الغاضب راح يبقى غاضب، لأنه يقول لك أنه خيطوه، منهم خرجوا منهم فيهم. فأردنا أن نفتح ثغرة في القانون، لأنه يعطي القانون الجديد لرئيس الاتحاد أن يختار الثلث، يعني اختياره الشخصي، من أعضاء الاتحاد. فهذا الثلث أنا سأستغله للأطراف الغاضبة، أعطيهم هم يحضروا في اللجنة، ثلثي سيكون لهم وليس لأعضاء الاتحاد، ونترك الاتحاد يختار تاعه الثلثين وتتشكل اللجنة. وصلتني دعوة من مؤسسة كتارا لحضور حفل توزيع جوائز الدورة الثالثة، وبالمناسبة ستصدر روايتي باللغات الثلاث، العربية والفرنسية والإنجليزية، وس أقوم بإهداء بالتوقيع في ذلك اليوم إن شاء الله، يوم 12.